لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم عصير ديال الحامض. بسم الله على بركه الله ندوزو المقادير. عندي كيلو ديال الحامض، جوج كيسان ديال السنيده. ندوزو لطريقه التحضير. غادي نحك الحامض في الحكاكه الرقيقه، نحك ليه غير قشره، غير قشره الصفراء. المهم غنحك الحامض كامل ونرجع معاك. المهم هنايا حكيت القشور ديال الحامض، صافي غادي ندوز نعصر دابا الحامض وهانتوما معايا. المهم هنايا عصرت الحامض، غادي نزيد عليه السكر. من بعد ما زدت عليه السكر غندير ليه السلوفان وغنديرو في الثلاجة، غنخليه حتى يذوب، حتى كدوب سنيدة مزيان. اللي ما مزروبش به يبيتو ليلة كاملة. أنا صافي من بعد ما هذا غطيته غنديرو في الثلاجة، غنخليه شي 4 سوايع إن شاء الله. المهم بنات هنا من بعد ما خليت العصير الحامض في الثلاجة، سنيدة صافي هاهي ذابت. دابا غادي نزيد الماء، المهم على حساب كل واحد شحال بغا، على حساب الحلاوة. أنا هنا تقريبا غادي نزيد جوج يطرو. هنا من بعد ما زدت الماء وحركته مزيان، صافي غادي ندوز نصفيه. المهم بنات هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. المهم انا تقريبا زدت فيه جوج يطرو ديال الماء على حسب كل واحد وكي كيبغي الحلاوه. المهم دابا اللي مهم الحامض موجود تبارك الله، هذه هي وقيته. اللي ما بغاش يدير العصير. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو، و الى عجبكم الفيديو ما تنساوش